السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليمام الإمر والحمام والعصافير. النهاردة لو عايزين ننقل اليمام من مكان لمكان، هل يتأخر في الشغل بتاعه ولا ما يتأخرش؟ طبعا اليمام زي أي طير عادي، مفيش في أي مشكلة في تربيته، مفيش أي مشكلة في نقله إذا كان بايض أو شغال. طبعا انت مثلا عايز تعمل حاجه في الاوضه دي، او مثلا في البلكونه، او مثلا فوق السطح، او اي حاجه عايز تنقله من اوضه لاوضه. طبعا اليمام الجماعي لو هننقله طبعا ممكن يتاخر في البيت شويه، بحيث اللي هو انت حاطه في مكان غير المكان بتاعه، عقبال ما ياخد على العيون، عقبال ما ياخد على الجو، عقبال ما ياخد على الطواجن، عقبال ما ياخد على كل حاجه. لكن اليمام المحبوس بسلكته بحاجته انت هتنقله، طبعا تعلقه من مسمار لمسمار، او تحطه على الارض، او تحطه على اي حاجه، بحيث ان انت تنقله بحاجه واحده. يعني القفص هتنقله بالقفص بتاعه، اذا كان بايظ، اذا كان شغال، او حاجه قامت من على البيض مفيش اي مشكله. طبعا من النقل والحركه والحاجه ممكن يخوفها شويه وترجع ترقد تاني. لكن الزغاليل لو مطلع زغاليل او حاجه، هتاكل الزغاليل عادي، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه، وما تقلقش نفسك. وحتى لو ما رقدتش على البيض مثلا بناقص البطين دول، ان شاء الله هتكمل شغلها عادي، بحيث ان انت نقلتها من وضع لوضع او من مكان لمكان. طبعا فيهم هم حسة الاستغراب في المكان، يقعدوا يقوموا ويخافوا ويبصوا يمين ويبصوا شمال، ممكن يأخروا في تأكل الزغاليل، ممكن يتأخروا في البيض، مفيش اي مشاكل في الحاجات دي كلها. طبعا الحاجات دي كلها واردة ومفيش اي مشاكل فيها. طب انا لو مثلا جوز عندي شغال حلو وما شاء الله تمام، اول ما نقلتهم ما فضوش خالص، طبعا ده تصبر عليهم عشان دول هتلاقوهم مثلا خافوا شوية، والخوف طبعا بيأخر الانتاج او الشغل بتاعهم. عشان كده قلنا كتير لما تيجي تشتري جوز يمام شغال، اهم حاجة توفرله الهدوء والراحة والاكل والشرب بتاعه. واول حاجة طبعا لازم الهدوء والراحة. فما تقلقش، يعني انقل اللي كان صديقي اللي سألني، بقول له انقل عادي وما تقلقش. هو قال لي انا مربي في سلكات مش يمام جماعي يعني، فانقل، قال لي في حاجات لسه مطلعه وفي حاجات بيضة. فطبعا ينقل الحاجات دي ان شاء الله خير يعني بامر الله، وهينقلهم وهيكملوا تأكل زغاليلهم عادي، واللي بايض ان شاء الله يكمل رقوده عادي. وممكن ما يقولش شوية كده يدنوا يلف في المكان ويستغرب المكان ويبص على المكان وتلاقيهم واقفين، ممكن الدكر ده يجي يزوف على النتاية. طبعا تغيير المكان وكده يعني بيستغرب المكان، فبيدنوا يزوف، وشوية ما يزوفش كده. الحاجات دي كلها واردة ما تلاقوش من حاجة. في حاجة تانية برضك، ما تيجي تنقل اليمام ياريت تنقله بالليل. اليمام ما يتنقل بالليل بيبقى احسن له، بيكون مثلا هما في هدوء ونايمين، بحيث ان انت تنقلهم وتعلقهم والاوضة مطفية، او الحتة دي برضك ضلمة مطفية وبيتهم ليلة في المكان ده. طبعا هتحس برضك بفرق بسيط، اللي هو يعني مفيش خوف قوي، مفيش رهبة، مفيش طير في القفص، مفيش تشنيجة وما بيطيروا، مفيش اي حاجة دي. فالحاجة دي زي مثلا تحسها القلقي بيبقى شديد شوية. فانا عشان كده بقول لك يعني كفكره تنقلهم ليلا، هو مش هتفرق اي وقت من اليوم، بس بيبقى ليلا افضل يعني شويه. طبعا الجوز ده اول مره يبيض، ما احنا قلنا اول مره طبعا بوظ البيض، واللي عندي اليمام البلدي باض، ما رضاش يرقد على البيض، رحت جايب البطانيه اليمام البلدي حاططهم تحت اليمام القمر اهو، بس يا رب يشتغلوا ويبيضوا، عشان هو يشتغلوا يعني ويفقسوا. عشان صبرت على اليمام البلدي شويه لمده 4 ايام كده على البيض، فمش عارف بقى باظه او مبظوش. فانا حطيت البطين بتوع اليمام البلدي ده اهو، ده اليمام البلدي باظ اهو، كانوا بايضين في الزاويه، رحت رقدوا يوم واحد، بعد كده قاموا من على البيض مش عايزين يرقدوا لمده 3 ايام. فقلت بقى خساره، لقيت الجوز اليمام طبعا زي ما انتم شايفين اهو الرهبه على طول فيهم. فلقيت الجوز ده بصراحة، كشفت الكشاة بصيت على الفلاش على البيض، فلقيت البيض لسه رايق، فحطيتهم طبعا سينيليوم. قبل ما احطلهم سينيليوم واشوف جوز البلدي البيض بتاعه ده هيطلع ولا لا، برضه بعد 10 ايام كده 12 يوم هبص على الفلاش، لو عرق دم وكبس تمام هسيبه يكمل، عادي هتأكله عادي وتشغله عادي، مفيش اي مشكلة خالص فيه.
طبعا مستنيين ان شاء الله الزغلولين بتوع اليم البلدي دول تحت اليم القمري، وربنا ايه يسهل فيهم وايه ونشوفهم كده ايه تحت. في برضك كنت شفت كده بوست على الفيس، واحد كان بيسأل لو جوز قصدي اليمام البلدي ممكن اطيره طيران حر مع اليمام اليمام عامة، ممكن اطيره في اوضة مع الحمام. طبعا دي غلط، عشان الحمام طبعا اقوى من اليمام، فاليمام ممكن لا قدر الله يوم جاي الحمام ممكن لا قدر الله ضرب اليمام معوره لما بوته. وطبعا لو انت عايز تسيبه في كده ممكن برضك يشتغل عندك ويصبر عندك، اللي هم تربوهم مع بعض، هم الحمام صغير، الحمام بيكون زغليل او شبابات هيقعد معاه، بس الله اعلم برضك اما يكبر هيعمل مع اليمام البلدي ايه او اليمام الامري او اي حاجة، عشان دي فصيلة ودي فصيلة. وطبعا الحمام بيبقى اقوى شوية من اليمام، عشان اليمام بيبقى جسمه قليل غير الحمام. بص الحمام جسمه عامل ازاي يا جماعة، اهو غير اليمامة خالص. فتلاقي دي طارت قدامها مثلا، طارت هنا عملت حاجة، تلاقي طارت وراها وقعدت تنقر فيها لحد لا اما تصيبها اصابة جامدة لا اما لا قدر الله ايه تموتها. طبعا معلش لتأخير الفيديوهات وكده، كان في ظروف بس شوية، وان شاء الله هنتواصل مع بعض وايه ننزل فيديوهات ان شاء الله كل يوم. في اي سؤال في اي حاجة اكتبولي في تعليق، وفي احتاجت رقم الواتس ابعتهولي. والنسبة في اصدقاء برضك كلموني على ازاي اعرف الدخل من النتاية، ان شاء الله اعمل لكم فيديو توضيحي عن تعرف الدخل من النتاية، عشان برضك بيبقى الصورة او مثلا في فيديو او حاجة زي كده ما بتبينش اكتر غير اما انت تمسك الفرد. بس هقولك اللي انت ازاي تعرفه ازاي او تكتشفه ازاي، وبعد كده ان شاء الله تقوم جاي ماسك اليمة اللي عندك بكل صورة ان شاء الله ايه تقوم جاي ايه عارفها اذا كانت الدخل ولا النتاية. ان شاء الله المرة الجاية الحلقة الجاية ان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم ازاي تمسكوا الدكر وتشوفوه او النجاة وتشوفوها، اذا كان من الريش او اذا كان من الصوابع او اذا كان من الدماغ او من الحجم او الالوان كده يعني. ان شاء الله يعني ايه نفصلها وتكون ان شاء الله تكون حلقة برضك ايه سهلة. وطبعا جوز ما شاء الله الدكر بياكل الزغلولين اهم ما شاء الله، ودي قلفة الحمام. طبعا احسن حاجة قلفة الحمام ليهم في غذائهم، مليئة بروتينات كلها، غير لما تكون تخصص لهم من نوع واحد بيساقوا منه او بيسمنوا منه الذرة الصفراء هما بيحبوها برضه. طبعا القرفة بتاعت الحمام فول وذرة عويجة وذرة صفراء وعلف وعدس وحاجات كتير. ماشي يا جماعة، طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو وصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.